الوقت بسجل الكلمه دي مخصوص عشان اقول لكم يلا شدوا الهمه، خدوا نيه كبيره قوي قوي قوي، اكتب نيتك وحطها وكبرها كده، هعبد ربنا قوي في رمضان، هعبد ربنا كما لم اعبده من قبل، هسجد واصلي واعبد، اني ذاهب الى ربي سيهدين، وعجلت اليك ربي لترضى، اعبد ربنا بكل ما اوتيت من قوه، ابذل كل طاقتك، شد الهمه يلا واجمد وتوكل على الله. وحبيت افكركم بالثواب الكبير قوي، اقول لكم ايه ولا ايه ولا ايه من ثواب رمضان؟ اجمل واحب ما احب اقوله لكم حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيقول: ولله عتقاء من النار في رمضان وذلك كل ليله. حديث بيرويه الترمذي، كل ليله كل ليله في عتقاء من النار، كل ليله ربنا يغفر لناس، كل ليله فلان اعتق من النار، لن يدخل النار ابدا. تخيل، تخيلي انت، تخيل انت يوم 5 رمضان، يوم 3 رمضان اعتق، يا ملائكتي اكتبوا فلانة اعتقت من النار، فلانة لن تدخل النار ابدا. يا بختك، ها تشتغل عليها ولا لا؟ تموت نفسك عليها ولا لا؟ تشتغل ليل ونار، انا هجيب عتق ليلة القدر، انا هجيب عتق ليلة 3 رمضان 10 رمضان، وتشتغل عليها. يلا بقى حط لنفسك خطة في رمضان. احط ايه في الخطة دي؟ حط شوية حاجات في الخطة تجيب بيها ان شاء الله العتق باذن الله. ها انا والقرآن، حط بقى في الخطة، ها هتختم كم ختمة، انا والصدقات هتتصدق قد ايه، انا وصلة الارحام هتزور مين وتسأل على مين وتروح لمين، انا والقيام هتصلي التراويح قد ايه وتحافظ على قد ايه، انا وترك عادة سيئة او ترك معصية، ها انا والدعاء هتدعي ايه، الدعوات اللي هتركز عليها هتحصل ان شاء الله. دعاء وللصائم عند فطره دعوة لا ترد، دعائك مستجاب في رمضان. شفت بقى عندك قد ايه، عندك حاجات رائعة، ثواب رمضان. شدوا الهمة، ربنا يسعدكم.